وعودة إلى الخبر الأبرز في نشرتنا، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ببدء تنفيذ تطوير بحيرة البردويل في إطار مبادرة سيناء البردويل بهدف زيادة إنتاج البحيرة من الأسماك الفاخرة إلى 11,000 طن سنويا. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة نشاط هيئة قناة السويس، وقد اطلع الرئيس السيسي في هذا الإطار على معدلات حركة الملاحة بقناة السويس. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة نشاط هيئة قناة السويس، وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على معدلات حركة الملاحة بقناة السويس، حيث أكد الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس الجديدة التي تم افتتاحها عام 2015 أدت إلى مضاعفة إيرادات القناة السنوية لتتجاوز 7 مليارات دولار سنوياً، وكذلك عدد السفن العابرة لحوالي 70 سفينة يومياً، وهو ما ساهم في جهود دعم الاقتصاد الوطني وتوفير العملة الأجنبية. كما ساهمت قناة السويس الجديدة في تخفيض انبعاثات الكربون من السفن العابرة بإجمالي 53 مليون طن نظراً لزيادة القدرة الاستيعابية للقناة وتقليص زمن رحلة عبور السفن، وهو ما يدعم جهود القناة لتصبح قناة خضراء بحلول عام 2030. وقد وجه السيد الرئيس ببدء تنفيذ تطوير بحيرة البردويل، وذلك في إطار مبادرة سيناء البردويل التي تساهم هيئة قناة السويس من خلالها في جهود تنمية سيناء بالتعاون مع شركة ديمي البلجيكية، والتي تهدف إلى زيادة إنتاج بحيرة البردويل من الأسماك الفاخرة التي تشتهر بها البحيرة من 4,000 طن إلى 11,000 طن سنوياً على المدى القصير، وصولاً إلى 50,000 طن على المدى المتوسط، وذلك بتطوير البحيرة وتعميق وتوسيع الممرات المائية للبواغيز التي تصلها بالبحر المتوسط، فضلاً عن المساهمة في استصلاح الأراضي الزراعية وتعزيز الغطاء النباتي والتشجير بسيناء بمساحة تصل إلى 15,000 كيلومتر مربع، عن طريق إعادة استخدام رواسب البحيرة من خلال معالجتها وتطهيرها وضخها في تربة سيناء، الأمر الذي يحقق مردوداً تنموياً وبيئياً كبيراً في شمال سيناء. كما استعرض رئيس هيئة قناة السويس مؤشرات نشاط حركة الملاحة بالقناة منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، بما فيها أعداد السفن المارة وحجم الحمولات والحاويات، والتي حققت معدلات زيادة قياسية مقارنة بنفس الفترة عن العام الماضي فيما يخص أعداد السفن وحجم البضائع العابرة، وكذلك الارتفاع في الإيرادات، والتي من المتوقع أن تصل بنهاية العام الجاري إلى حوالي 7.8 مليار دولار.